كما حرص صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله خلال السنوات السابقة على القيام بالزيارات الميدانية إلى جميع قرى ومناطق البحرين، وذلك لتوفير الخدمات التنموية التي تلبي متطلبات المواطنين من خلال المشاريع الحيوية وفي إطار مسيرة التقدم والنماء بقيادة جلالة الملك المفدى أيده الله ورعاه. حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. مساء الخير سعادة الوزير، ونعظم لكم الأجر بهذا المصاب الجلل لفقيد الوطن الذي لطالما كان رحمه الله له الدور البارز في الدفع قدما بالمشاريع التنموية في مملكة البحرين. كيف انعكست زيارات سموه الميدانية وحرص سموه المستمر رحمه الله على تحقيق أهداف الحكومة لما فيه خير المواطنين؟ بداية أجدد عزائي وتقدم بهذا العزاء إلى سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى وسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس الوزراء، وإلى أسرة آل خليفة الكرام، وإلى شعب البحرين بهذا المصاب الجلل بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان. الواقع أن الكلمات تعجز والحديث يطول بمناقب فقيد الوطن ومسيرته الحافلة بالعطاء، ولعلي أركز في هذه العجالة على مجال التنمية وتقديم ومتابعة الخدمات والمشاريع في كافة مدن وقرى البحرين التي كان يتابعها فقيد الوطن. وقد تشرفت حقا شخصيا بالعمل إلى جانب سموه طوال السنين الماضية، ورافقت سموه الكريم في الكثير من الزيارات الميدانية لمختلف المدن والقرى، ولعل آخرها كانت زيارة سموه إلى مدينة شرق الحد الإسكانية برفقة زميلي سعادة وزير الإسكان وبرفقة سموه رحمه الله، وأيضا إلى قرية السنابس حيث تفقد سموه وفي ساعات الظهيرة أعمال التطوير والتأهيل التي سبق وأن وجه سموه الوزارة إلى تنفيذها، وحيث شهدت التفاف المواطنين لتحية سموه، وكان يتقبل بل وينصت إلى طلباتهم وملاحظاتهم بكل أريحية تثير الإعجاب حقا. كما تشرفت بحضور اللقاءات العديدة لسموه بالكثير من الوفود الشعبية التي كانت تزوره في من مختلف المدن والقرى، وكان يستمع سموه رحمه الله بل يصغي باهتمام إلى طلباتهم ومقترحاتهم لرفع مستوى الخدمات من بنى تحتية تتعلق بمشاريع الطرق ومشاريع الصرف الصحي ومجالات الرعاية الصحية المرتبطة ببناء المراكز الصحية والاجتماعية والمشاريع الإسكانية. كان رحمه الله يتابع كل المشاريع بل لا يخلى أحد المشاريع أو اللقاءات في مجلس سموه وخلال اجتماعات مجلس الوزراء من تساؤلات سموه عن الخدمات والمشاريع التي تقوم بتنفيذها الوزارة تنفيذا لبرنامج عمل الحكومة. رحمه الله الأمير خليفة بن سلمان الذي تعلمت شخصيا منه الترجمة الحقيقية في حب الوطن، لقد كان فعلا مدرسة نستلهم منها الكثير. رحم الله الفقيد. سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.